يعني السؤال بيطرح، هل تختلف سياسة النشر بحسب طبيعة النظام؟ يعني النهاردة مثلا الشروق بتنشر مقالات لمن هم يعارضون النظام القائم الحاكم، هل ده هل هناك ضغوط عليكم في هذا الاطار؟ يعني استاذ فهمي هويدي بيكتب ويعرض للانتقادات وتتعرضون دكتور حمزاوي وغيره، دكتور علاء الاسواني، دكتور اتفضل. لا طب ما في، ما هو احنا في اصوات متعدده وفي ناس كتير بيكتبوا مع كل شيء. هل في اي ضغوط مورست عليكم بحكم هذه المقالات الان؟ لا ما اقدرش اقول ضغوط واضحه واخد بالك، انما الجو العام، الجو العام يعني لدرجه ان في مناقشات بيني وبين الناس ان انتوا هل هنضيق بحريه الراي، هل عايزين راي واحد؟ في ناس بتقول لك لا ما نقدرش ولازم نستمر، وفي ناس بتقول لك اه مش عايزين ولا راي، واخد بالك. في دلوقتي وجهات نظر عند بعض الناس تقول لك مش عايزين ولا راي، لكن يعني الاستاذ فهمي مره راح للاستاذ هيكل ياخد رايه، قال له انا بفكر ابطل اكتب، قال له لو بطلت تكتب تبقى عملت خطأ كبير، وعملت خطأ في حق مصر وفي حق نفسك وفي حق جريدة الشروق، ويبان ان احنا مش قادرين نستحمل رأي بقاله 30 سنة بيكتب نفس الكلام بنفس الطريقة بنفس الاحترام. وانا لما سألت الأستاذ هيكل قال لي تبقى كارثة، انتوا كده لو عملتوا كده الأستاذ فهمي لو بطل يكتب يبقى انت بتعملوا اكبر ضرر لمصر وللنظام، معناها ان النظام مش مستحمل واحد بيكتب رأي. لكن انت لم تتدخل يوما ما ومنعت مقالات الاستاذ فهمي هويدي او اي من كتاب؟ انا عمري ما تدخلت لامنع. احنا في رئيس تحرير محترم هو الاستاذ عماد حسين، وفي مجلس تحرير. استاذ عماد تقدم باستقالته؟ الاستاذ عماد حسين احنا بما انه بنعيد الهيكله فهو راجل عنده ذوق، فزي كل حته بما الصديق العزيز طبعا يعني والصديق العزيز بما اننا بنعيد الهيكله فقال لك لو تحبوا احط الاستقاله، لان قد يكون من اعاده الهيكله ان هو مش موجود. فلا الاستاذ عماد حسين مستمر وهو رئيس تحرير، وهو الـ يعني الشريك الرئيسي في اعاده الهيكله واعاده شباب جريده الشروق، ونرجو ان احنا قريبا يبقى فيه ثوب جديد اكثر جاذبيه واكثر نجاح. ازمه الصحفيين الموجوده لبعض الزملاء في اعضاء النقابه من تضررهم من المرتبات والاجور وغيره، هل هيتم تسويتها وحلها؟ كل حاجه بتتم تسويتها وفقا للقانون ووفقا للاحترام واحترام الحقوق بالكامل. انما انت لازم عشان تستمر على اسس مهنيه واقتصاديه سليمه.